شعائر هندوسية يفعلها الشيعة الإمامية، اقتداء الشيعة بالهندوس. سنرى الآن في هذه الحلقة حج الهندوس إلى النهر المقدس عندهم كما يزعمون، وهم يسرعون وهم متطينون ذاهبون إلى الحج عند هذا النهر. وسنرى الشيعة وهم يقتدون بهؤلاء الهندوس في حجهم إلى كربلاء، وهم متطينون وهم يسرعون وهم يحملون على أكتافهم أصنامهم كما يفعل الهندوس. نشاهد حج الهندوس إلى النهر المقدس كما يزعمون. الآن سنرى حج الشيعة إلى كربلاء بنفس الطريقة، بنفس التطيين، بنفس السرعة في المشي، وهم حفاة كما أن هؤلاء الهندوس حفاة، وهم متطينون كما أن هؤلاء الهندوس متطينون، وهم يهلعون ويرفعون أصواتهم كما يفعل الهندوس، وهم يحملون على أكتافهم ما يحمل الهندوس في حجهم. شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟